إيه الرسالة اللي عاوز توصلها يا أخ شنط؟ اللي أريد أوصله لكل أحبتي المشاهدين، مسيحيين مسلمين مهما يكونون، أنه المسيح شخص فريد، فريد في الولادة، فريد في الصعود، فريد في فريد في كل شيء، فريد حتى بشخصه أنه هو حقق ناموس موسى، فبالتالي صار هو الذبيح المستحق أن يكون مرضي أمام الله. هو الغير محدود الذي قادر يشبع الله الغير محدود اللي احنا أسئنا له. فبالتالي ان تعلقنا بصليب المسيح وقبلنا عمل الكفاري على عود الصليب كعمل فدائي نيابة عن خطايانا، صار إن الحياة الأبدية، وصار إن الغفران الأبدي، وصار إن الدخول بدم المسيح كما يقول الإنجيل، صار لنا الدخول إلى قدس الأقداس السماوية على حساب دم المسيح، مش على حساب أعمالنا، لأن كل أعمالنا ما بتودينا لشيء، أعمالنا بتودينا على جهنم. لكن إيماننا هو اللي يبررنا، بالإيمان ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، هيك تقول الكلمة. فبالتالي رسالتي لكل واحد بيسمعنا لهذا اليوم، وحتى اللي بيشوف الحلقة بالإعادة على اليوتيوب أو وين ما بكان، تعلق بالمسيح لأنه هو الطريق الوحيد. هو قال عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة، اللي آمن بي هو اللي يخلص.